اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار. استاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. اهلا وسهلا. ايضا استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. ايضا استاذ سامي عبد الفتاح، ازيك يا استاذ سامي؟ مشرف ومنور. استاذ عصام شلتوت، ازيك يا استاذ عصام؟ مشرف ومنور. استاذ جمال، خليني ابدا مع حضرتك. وقبل بس ما ابدا مع حضرتك، لان انا وانا بتكلم عرفنا انه انا كنت بتكلم النهارده عن فيما يخص كلاتنبرج. لماذا يتم تطبيق الشكل اللي بيعمله او اللي عايزه كلاتنبرج في اليونان؟ لماذا لا يتم تطبيقه في مصر؟ الحقيقه جالنا الرد على طول في ساعتها، يعني قال لك ايه؟ ان في مباراه، احدى مباريات الدوري المحله، اعتقد المحله ومين؟ المحله والاسماعيلي. المحله والاسماعيلي، الراجل حط على الصفحه الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم في الفيديو، في جزء من التحليل، صوت ما بين حكم الساحه وحكم الفار. بيقول له في احتماليه فاول. خلاص؟ فنسمع برضو عشان يعني تبقى الدنيا واضحه. صوره كامله يعني. لسه بتجهزوها. طيب، يعني برضو لان ده مهم جدا. لو ده حصل حلو جدا ان ده يحصل، ولكن هو في مشكله طالما حضرتك بتوري الجزء الخاص ان هو بالفعل في احتماليه فاول. طب ما تخلي الناس تسمع زي ما كنت بتعمل في اليونان. خلي الناس تسمع النقاش اللي داير ما بين الحكم وحكم الفار. مع العلم برضو حتى بعد ده هناك فارق كبير ما بين الفيديوهات اللي كانت بتتعمل في اليونان والفيديو اللي بيتعمل هنا في مصر. الفيديو اللي بيتعمل هنا في مصر شرح هذه اللعبة، هي لعبة مباراة المحلة والإسماعيلي ومش عارف إيه، وهي فعلا أنا أتفق مع الحكم في مش عارف إيه. بص، هو طبعا الوضع الطبيعي أنه هو يبقى عنده اسلوب عمل كلاتنبرج مش بيتغير في المكان حسب المكان. صحيح. يعني انت راجل بتشتغل بطريقه معينه، الطريقه دي مش هتختار ان انت تطبقها. مزبوط. في بلد وما تطبقهاش في بلد ثاني. استاذ كورس منهج. ايوه. غير كده كمان بقى، انت اصل ده ممكن يفتح المجال لايه؟ ممكن يطبقها في مباراه وما يطبقهاش في مباراه ثانيه. أو اشمعنى المباراة دي تحديدا؟ صحيح. أيوه، على حسب الأطراف. فلازم يبقى فيه أسلوب عمل. بس الكلام عن موقف كلاتنبرج كله يا كابتن إسلام كلام برضو محير ويفتح الباب لكلام كتير جدا. أيوه. من الكلام ده إنه موضوع إن هو راح خد أجازة بدون مرتب شهر. لمدة شهر للتحليل. هل ده متبع فعلا؟ يعني هل هو يبقى معانا؟ يعني هو مرتبط بالاتحاد اليوناني مش كده؟ كمستشار، مستشار لرابطه الانديه مش للاتحاد. ماشي. وهنا مستشار برضو؟ لا هنا دي الوظيفه الرئيسيه بتاعته، المفروض ان هو يبقى متفرغ لها. يعني والكلام الكتير المحيط بانه في حاله من حالات عدم الرضا بينه وبين رئيس اتحاد الكره الاستاذ جمال علام. نعم. ما دي كلها اجواء برضو مثيره للشك في بدايه موسم. ده يخليني يا استاذ جمال يعني عايزه توضيحات، وارجو يعني ان احنا نتشارك في هذا الامر. نعم. الاساتذه الكبار حضراتكم نتشارك كلنا في هذا الامر. فعلا. ده يخليني اقول انا ككلاتنبرج يعني اعمل ايه؟ ادوس على نفسي اكتر في الشغل. ايوه. اعمل كل ما هو كل اللي انا عايزه عشان احاول ان انا انجح التجربه دي يا استاذ محمد. او حاجه ثانيه، بس ان هو يعمل اللي هم عاوزينه. ايوه. يعني عاوز اقول لحضرتك يا كابتن، انا دايما هو قبل ما حضرتك تتكلم صح. أيوة. حضرتك حق. ولكن انا دايما ما بتكلم بايه؟ طبعا ما احبش اتكلم في الامر ده، على الرغم من ان كل الشواهد او معظم الشواهد بتودينا للكلام اللي حضرتك بتقوله. طبعًا. ده اتفضل. عاوز اقول لحضرتك على حاجه، هل هو لما جه خد مثلا الشهر الاجازه بدون مرتب كان وليد النهارده ولا كان اتفاق من الاساس؟ اتفاق من اسبوعين. يعني انا اعتقد لو جه قاعد معاهم واتفقوا ان اتولى هنا ما قالهمش انا عندي كاس العالم. اتفاق من اسبوعين يا استاذ محمد. اتفاق من اسبوعين. انا بقول لك يعني انا الصوره واضحه، لكن انا عايز اقول لك على حاجه. هنا النقاط الكلام اللي هو بيتسرب بيترمي لك كده، بص تروح مرميه لك جمله، ايه ده الاستاذ جمال علام مش عايزه غاضب معاه اثنين ثلاثه. ليه يا عم مش عايزين؟ متضايقين منه يا عم مش عايزين؟ عاوزين نخلص من الحدوته. طب هو مين اللي جابه؟ يعني هل اتحاد الكوره من داخله فريقين ولا فريق واحد؟ ضغوط الفلاوة. المفروض ايه؟ فريق واحد. طبعا. لكن هو صاحب الفكره مين؟ كان كابتن حازم امام، واللي طرح الاسم من البدايه كان الكابتن ميدو. يعني هو اللي قال يا جماعه وبدات العمليه طرح في البدايه. صحيح. عشان تكلم الراجل بدا يعمل حاله حلحله في الشغل. يعني ايه؟ بدا في حاجات
انت تشوفها، لانه اللعيبه عندنا اتعودت على تحكيم من نوع اي فاول زقني اي ده مسكني من مش عارف من صباعي، عارف انت بلنس. بانت الامور دي واتضحت في المواجهات الافريقيه في الكاميرون ان الحكم ما بيصفرش على كل لعبه. في مواجهتينك مع السنغال انت برضو كنت بتقع منتظر الحكم يبص عليك عشان يديك فاول، مش هيديك. بص الراجل على ما يبدو انه بدا يزعج، ماشي مش عاوز اقول الصقور لا ده اشد من الصقور في اشد ايوه لا في بدا يضرب في مناطق انت ايه انا مش عاوز انجحك، ما هو نجاحك ده هيدمر على القديم والجديد ومش هيخلي حد يرجع. زي ما احنا قلنا لو الراجل ده جه فجاه قالوا له مع السلامه انا بقول لك هيبقى معاه قد كده وهطلع يقول اللي هو عايزه، محدش بقى وقتها ما هيتكلم. الراجل ماشي بخطه كويسه، عاوز تنجح المنظومه يبقى انت ايه لازم تحافظ عليه. طب هو لما جه قال لك انا عاوز اروح شهر، خلاص انت من الاول ما كنتش واضح ليه معاه. يعني يا استاذ محمود يعني هو ينفع ان في حاجه اسمها ناجي دلوقتي واجي مين اللي هيدير يا انا بقول لك لا ما كنتش مين اللي هيدير يعني عارف حضرتك لو حد مثلا ايه من الحكام لا يدير كنت هقول لك ماشي، لكن مدير الاضاءه يعني مدير هو مين اللي هيدير اللجنه صحيح حد من اللجنه مثلا ما انا بقول لك يا ابني ده يرجع لمين لكن رئيس اللجنه نفسه اللي هو معتمد عليه او اللي انت بتتمحور عليه كل الامور صح. ما ده يا كابتن بقول لك ايه كان الاتفاق من الاساس كده، في حاجه في الاتفاق والكلام كان المفروض يبقى الموضوع واليونان برضه ما كانتش مفكر فاكرين طبعا لا لا لهم هتبقى بال استاذ محمود على فكره كمان عفوا يعني هي مش محتاجه اتفاق، انا متعاقد معاك ماشي لفتره زمنيه صح طبعا. الفتره الزمنيه دي انت بتاعي معايا يعني انت شغلك معايا انا مش شغلك يعني مثلا هي مش مساله ان هو هياخد مرتب او لا لو انت اختصرت المساله في المرتب يا استاذ جمال هي مش قصه مرتب محمود بيتكلم عن الخبر ايوه يا حبيبي هو اختصر الموضوع في المرتب يا ريس انا بكمل كلامك معلش برضو علشان نبقى بنتكلم بمنتهى الواقعيه خلينا نطلع نشوف الفيديو لو جاهز يا شباب جهزتوه جاهز نسمع الفيديو اللي اتعمل في مباراه المحله والاسماعيلي ونرجع نكمل او نشوف الصوت هل ده زي بتاع اليونان ولا حاجه تانية ولا الامور ماشيه ازاي لانهم قالوا اي تي ومش اي تي والكلام المهم خلينا نسمع ونرجع تلغاء هدف يا حمدي فاول ارجع تاني ارجع تاني اي اي كره فاول ايه عارفين اي اي تقريبا هو حاسب الخبطه فبيقول اي يعني قصده عاش معاها يعني انا برضو حبيت ان انا اوري ان هو او اقارن ما بين اللي هنا واللي انا مش فارق بقى. انا اتمنى ان ده يحصل واتمنى ان انا اشوف حاجه احلى من كده. انت بتتكلم على اسلوب عمل لكن يعني. انا بتكلم عن اسلوب عمل وطريقه عمل. حضرتك بقالك بتقول انا جاي اخد شهر اجازه يا جماعه هو في حاجه اسمها كده تفتكر خلاص انا بقول لك من المسؤول يا خالتي في اللقاء السابق انا قلت لك الراجل ده على ابواب الرحيل أنا شايف كده بصراحة في أجواء لا تساعده إن هو يعمل اللي هو عايزه ومقدمتك أنت شرحت كتير أوي في إن في أستاذ جمال علام وآخرين مش عايزين وش وتصريحات اللي وصلوا سهولة ما كانت واضحة ثلاث مرات وبيتكلم عنه بطريقه انا غير راضي انا غير راضي الراجل خطواته مرتبكه راجل يعني يذيع اللي بيحصل يا ريس مش خطواته مرتبكه والله هم عاوزين يفشلوا المهمه ايوه بشكل او باخر فبيصدروا اللي هم عايزينه بيربكوه يعني فكره اذاعه اللي بيحصل في غرفه الفار ده صح ولا مش صح؟ لا ده صح صح النادي الاهلي طلبه بيه وهم هيوافقوا عليه ولا مش هيوافقوا عليه؟ اتذاع اهو خلاص الناس قالت ان هو اتذاع وجبنا اللقطه فتفوته دي فتفوته اتغيرها على اساس لو عجبتنا نبقى يجيب لنا منها يعني هو برضه يعني ما حتى لو فتفوته بعد كده تجربه يعني تجربه بس لكن انا بتكلم عن الشكل العام يعني بس رايي ان هي هتثير جدل شديد قوي ما هو لازم يا استاذ سامي تثير جدل علشان تخرج بفائده ما فيهاش حاجه في مصر غير اليونان اوكي الثقافه والاعلام يعني حضرتك ضد هذا الامر تحفظها يعني اتمنى يكون يعني عندنا ثقافه
لا الحقيقه انا شايف ان ده يجب ان يكون الصوت كمان واضح يعني اللي بيحصل، لان ده هيؤدي الى ايه يا استاذ؟ وجهه نظري طبعا وجهه نظرك تحترم طبعا، لكن انا بشوف ان ده قد يؤدي الى انه خلاص هو بيعمل حاله صدمه للكل، وبالتالي مفيش حاجه هتستخبى، مفيش حاجه هتستخبى، وده الصح على فكره، وده الصح، وده الصح. ممكن الحكم الساحه يختلف مع الفار، يختلف ما هو هي المباراه مش هتعاد في الاخر، هو صاحب الحكايه في الاخر، الحكم الساحه هو صاحب القرار، هو صاحب القرار. يعني لو حكم الفار قال له دي ركله جزاء وحكم الساحه راح شافها في الفار ان هي مش ركله جزاء من وجهه نظره، هيرجع يقول لك ايه؟ خلص الكلام، خلص الكلام. نتمنى واعاده اللقطه مش هتعيد المباراه، واعاده اللقطه هي لتوضيح الاخطاء يعني مش اكتر. كل الثقافه دي موجوده عندنا، ونخلص من اجواء الشحن يا سيدي. مش ارحم من الاستوديوهات اللي بتعيد صحيح. وتحلل ما هي زيها بالعكس، دي اوضح، دي المسؤول بيراجع نفسه على الاقل. ده يا استاذ جمال لقطات تعليميه، ما احنا مش هنمشي لقدام الا لو عرفنا احنا واقفين فين ومحتاجين ايه. صحيح. وبالتالي دي لقطات تعليميه ملهاش دعوه بقى باللي بيقف يقول له هات البرومو وهات مش عارف البييرو، وبص بقى الخطوه دي في شعرايه طالعه من جنب الشنكار. لا، الراجل هيتكلم في صحيح القانون، لكن هو وبتسمع برضه يا استاذ عصام ما يحدث ما بين الحكم طبيعي جدا، الساحه وحكم الفار طبيعي جدا، يعني الناس يعني ما بتتكلمش في اسرار، اعتبر دي الله ينور عليك كابتن، اعتبر ده اللي هو نتيجه الامتحان مثلا عشان الناس تعرف يمكن غلط. ما هو الغلط ده مش هيمشوه، هيقولوا له المره الجايه بقى حضرتك عشان في زنوب. ايوه، اعتبرها زي قمره القياده في الطياره وبرج المراقبه. طبعا ده حوار بين الاثنين، واحد بيقول طب سمعني انت قلت له ايه عشان ينزل في الضلمه اللي مش شايفها دي. بالظبط. فانا بقول لك معلش اسف، كلاتنبرج انا شايفها تجربه سريه ومهمه جدا، ولازم تكمل تحت اي ظرف، ولازم اللي تولى الموضوع ده وجابه لازم يدافع عنه، لانه هيتعرض لتشويه من كل ما تدخل في فتره. انا بدات اشعر ان الراجل ما كان قد وضعه من لقطه اطول من كده، لكن عد نط من المنور وراح ضارب السلك. لا فهمنا. يعني انا بدات اشعر تعملها مونتاج محمود. محمود ادانا دي اللي هو الراجل عايز يعمل الصح، فبالتالي يسمعك الصندوق فيه ايه. وتمام، وحضر اللقطات لقاها طلعت بس يعني، وبعد كده خلاص الاي تي والاي تي هل تسمعني انا سامعك؟ لا انا مش سامعك، انت فين كده بالظبط؟ بس مفيش هنا خدمه تك اقفل. ليه؟ هو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا عايزين نصل الى الشكل الطبيعي للي احنا بنشوفه. بالظبط. هل جرأه جلاتنبرج تتناسب مع تماسك اتحاد الكره؟ انا شك. دي نقطة مهمة. نقطة مهمة طبعا. هي اللي كنت بتكلم عليها دي. صح. نقطة مهمة، هيكون اتحاد الكرة في ظهره؟ دي نقطة. لا مش في ظهره. لازم يكون في ظهره. يا أستاذ سامي، حضراتكم يمكن أساتذتنا في هذه الأمور. أنا دلوقتي جبنا الأستاذ إسلام إن هو يبقى ماسك أي حاجة. أيوه. حضرتك جبته ليه؟ عشان يعمل الاي حاجه. صح. فهو عشان يعمل الاي حاجه دي وينجحها ويعملها حاجه، حتى الاي حاجه يعملها حاجه. صح. طبعا. صح مظبوط. يبقى انا لازم افضل واقف في ظهره. ما ينفعش ان انا ما اقفش في ظهره. ما ينفعش ان هو يكون بيعمل حاجه في اليونان. طب هقول لك حاجه، لاحظت ان ما تحصلش في مصر يا كابتن اسلام. انا حسيت يعني. لا ثانيه يا استاذ جمال، انا حسيت. طب جايبه ليه؟ انا حسيت انك انت بتعمل حاجه ان انا مش هيبقى لي دور. انا اعمل كده اهو. لا ما انا عارف خلاص ان انا مش هيبقى لي. لا خلاص انا مش هيبقى لي دور، لكن هكون الانجح وهيشاور الجميع عليا ان انا الذي حولت التحكيم لنسخه محترفه حقيقيه. بس صحيح. خلاص. لكن ده بعمل ايه بقى؟ هضرب في مقتل بقى. الله يسرب لك عشان تمشي بقى. اسلط عليك عشان يطلع يقول كلمتين. ليه بقى؟ اقول لمحمود قول يا عم شوف الحدوته، ده الراجل ده كذا، فهبوظ لك ايه؟ الخبط لك المشهد. يبقى كله. انت ما كنتش عايز واحد بهذه الجراه. لا مش عايز. لا انا بقول لك يبقى انت مش عايز واحد بهذه الجراه، انت عايز واحد كان يتكلم بالمصري. كابتن عصام بالمصري الكروي يعني، مصر اكبر من كل ده، لكن انت عايزه على قدنا اللي هو يقول ايه فيها وعليها. فيها وعليها 50 50 50 50 بر الامان. ما تعملناش مشكله يا ابني في الماتش. مصطلحات غريبه جدا، اكل عليها الدهر وشرب، وبالتالي الخوف، كل الخوف التواري. ده اسهل نقطه ان هم مش هيبقى ليه. ليه؟ لان انت صاحب البيت، انت اللي جايب. هو اين كابتن حازم امام في هذه الامور؟ ما حدش يزعل مني بقى، لكن اين كابتن حازم امام؟ حازم امام مش هو اللي
راح تعاقد مع أيوة الزمالك بتوصيه من مجلس الاداره. مهمته ان هو يحميك كعضو له ثقل في مجلس الاداره. وبقاله اعتقد حازم بقاله كابتن حازم يعني بقاله ثاني دوره او ثالث دوره فله ثقل في اتحاد كره القدم، او من المفترض ان هو يكون له ثقل وله اسمه المفروض يحمي الراجل يعني يحمي الراجل اللي هو جابه مع اعتقد اللي انا فاهمه بكلامي مع كذا حد من الاعضاء اللي موجودين ان في 3 4 موافقين على هذه التجربه بالظبط كده. فلماذا لا تكون بس ما يزيدوش عن 4 خالص؟ لا هم 3 وحازم. انا بقول لك يعني ما يزيدوش عن 4 خالص، ما هي 4 ضد 4 بالظبط كده. لكن الاربعه التانيين فيهم السيد جمال علام. طب اللي رافضين جلاتب ميغ رافضينه ليه؟ ما احنا بنقول اهو، احنا بنقول اهو، احنا بنجاوب على السؤال اهو يا ريس. هم مش عايزين نجاحه هيزلزل عروش سيطرة على المشهد. هل تعلم ان صديقنا الراجل الجميل مجدي الشيخ ده اللي راح مراقب قال لك كان معاه مراقب تاني عطلته حادثه سير، يا رب يكون يا رب يكون بقى كويس الحمد لله. ابنه محمد مجدي الشيخ حكم مساعد. مش معقول كده يا جماعه. وبعدين انت رايح مراقب، طبعا البروتوكول بيقول الاتحاد له ميداليات، المراقب او المراقبين ليهم الكل كليله، حتى المنسق الاعلامي حتى خاصه في البطولات غير المحدده اللي هي زي السوبر، الحاجات اللي هي تحمل قوه وفيها منافسه اللي بتبقى افتتاحيات مواسم وحاجات كده. طب انت رايح في كل المشهد ده تجيب ميداليتك وميداليه رئيس الاتحاد وتعدي على البنج ده علشان حتى الاستاذ جمال علام اتخض، لا جاي داخل في صدره كده فهو مش عارف في ايه، فكره يقول له في حاجه في البروتوكول في حاجه. انت واقف مراقب يروح حاطط له الميداليه واخد ميداليته ونازل من السلم الثاني. يا سيدي الفاضل هتجيلك لغايه عندك، هتجيلك لغايه عندك. فالناس اصلا بدون تريننج بدون اي حاجه، ومحدش يزعل راجل صديقنا وراجل جدع وابن بلد. انت لازم على فكره تقول كل ده عشان يفكروك ما بتحبوش. ايه ممكن بكرمه بكرم الاستاذ جمال. هاتوا اللقطه وانتوا تلاقوا الكل راح باصص كده، هو عامل كده ليه؟ هو اداله الميداليه تكريم ليه؟ محدش اصله يعني كان وبعدين لا تحدث ان رئيس الاتحاد يعني يعلق الميداليه يا محمود. ده اتحاد الكره المصري يعني لا يجوز. ميداليه مجدي الشيخ مش ميداليته؟ لا الاثنين، هو خد ميداليته معاه. والله؟ انت انت وصلتها للتضحيه من اجل رئيس الاتحاد، هو خد ميداليته. ليه؟ لانه عرف اكيد فجاه انه في ميداليات للكل. طب هات بقى ميداليته، هات ميداليه رئيس الاتحاد. الراجل رايح عشان يعني ماشي يا استاذ حسام، كل الحاجات دي كلها امور ممكن نتكلم فيها. يا كابتن اسلام دي بتوضح انه محتاجين نخلي عم مجدي الشيخ، لانه بقاله من زمان في منطقه الصعيد وكذا، لكن كان بيجي مع ابويا حرب ويمشي مع الكابتن سمير زاهر الله يرحمه لما يجي سمير زاهر وهكذا. فناس محسوبه على ناس يا عم. طب عدوهم، احنا مش ضد ان ناس تبقى عندها يعني مجموعات. واحنا اشتغلنا مع حرب بيه، ربنا يا رب يديله الصح، وكابتن سمير، وكنا بنرى فيهم كذا ونروج، لكن بالصح بقى او بالاقرب للصح يا اخي. خلينا نبقى صراحة، انا شفت الكابتن محمد حسام الله يرحمه اللواء حرب الدهشوري حي يرزق، الراجل اللي ما حطوش اسمه على الارض اللي بذل فيها الغالي والنفيس وبمساعده مصر عشان يجيب، ما حطوش اسمه على ربع رخامه، ما قالوش حتى للراجل اللي جه ركب الرخامه. ما علينا، لكن اقول لك شفتهم على باب اوضه المجلس، حد سخن ابوها حرب ان محمد حسام ما قالوش على حكام الاهلي والزمالك، لانه كان قايل له التحكيم عندك، وقد كان في الموسم ده التحكيم عند حسام. طلع له على المكان اللي بننزل منه الله يرحمك كابتن حسام نازل من فوق، وقال له ايه يا حسام وانا بقيت جمهور؟ كابتن حسام قال له ليه؟ قال له عشان الحكام مش عارفه ما انا اللي في الاستاد ولا ايه؟ قال له يا حرب بيه مش انت قايل لي كده؟ قال له لا ده كلام ما ينفعش. لحصافة الكابتن حسام وانا واقف، كنت اقول له يا كابتن حسام روح ورا حرب بيه، دخل لقيته هو راح وراه وخرج الاثنين متفاهمين. وطبعا طلع ان حد عايز يقول له حسام مسيطر، لكن في رجالات كانت بتجمع مجموعه عشان تقود الكره المصريه في الاقرب للصح. ما احنا مش عايزين نقول لهم بلاش في التحكيم، في الادارات المعنيه، في مين يبقى عضو ومين لا. ياما مع الاثنين دول رحمه الله على الكابتن سمير، ياما كان بيبقى معاهم ناس على فكره في الانتخابات وما يدخلهمش على البورد. حلو جدا الكلام ده، لكن برضه يا استاذ جمال خلينا نسال سؤال واضح. هل حضرتك شايف ان هناك اختلاف ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت؟ هل هناك اختلاف ما بين وجود كلاتنبرج وكابتن عصام؟ مش للدرجه اللي احنا نتمناها، لسه بدري. يعني طبعا الموسم
لسه في بدايته، بس اللي يخوفك ان الاجواء اللي هي المفروض تتوفر له لكلاتنبرج مش كامله. ما انت النهارده زي ما حضرتك قلت كده، انت متعاقد مع راجل بالدولار او بالاسترليني او باليورو عشان يعمل مهمه انت بتتمنى ان انت تنجزها، صحيح، اللي هي النهوض بالتحكيم. نعم. مش على فكره يعني مش على فكره انك تعمل الدوري الممتاز حلو بس، لا تحكيم. تحكيم اصل اللي انا عارفه برضو، ودي كارثه، الله اعلم اذا كانت صح ولا لا، ان هو مهتم فقط بدوري الممتاز بس كبدايه. ايوه معلش، هو كراجل خبير انت جايبه على حسب التعاقد بتاعه. انا ما أيوة. التعاقد لا بتاعه، انت يعني كراجل خبير لازم تكون واضح من البدايه المهام الموكلة اللي هم قالوا له رئيس دوري ممتاز بس. طيب ما هو يا جماعه الدوري الممتاز ده بعدين يا استاذ يا فندم الدوري الممتاز استاذ محمود قال ايوه انا سمعت الكلام ده أيوة أيوة. من حكام ايوه بعدين في الدرجه الثانيه. طب الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه لا بيقول لك عشان كده جابوا له ثلاثه عشان هو ما يعرفش يعين ولا يعرف ولا هيعرف. اذا انت ما جبتلوش ده طيب. لجنه تشتغل مش هيعرف. يبقى انت لازم يبقى عندك برنامج عمل، خطه هتشتغل فيها ان شاء الله على مراحل. اوكي. يعني مش لازم النهارده تخلص كل حاجه، وده اللي احنا دايما نقوله يا كابتن اسلام. ايوه لما تيجي لا لما تيجي تتعاقد مثلا مع المدير الفني لاتحاد الكوره، اوكي، ايه هي المواصفات بتاع الوظيفه؟ الجوب ديسكريبشن، انت جايبه يعمل ايه؟ واحد اتنين تلاته اربعه، يقول لك هطبق السنه دي او الشهرين دول رقم واحد ورقم اتنين، وهيبقى عندي في الخطه رقم تلاته ورقم اربعه. مظبوط. انما لو هي ماشيه كده، احنا اللي هنعود الكلاتنبرج، احنا اللي هنخليه زينا. مظبوط. يعني انت جايبه يطور التحكيم، الراجل ممكن يخش في متاهات، واخد بالك، وتخليه هو بيشد في شعره وفي الاخر يزهق ويسيبها لك، يبقى انت ما استفدتش حاجه وترجع تبتدي. خلي بالك. طيب ما هو بعدين برضه يعني المشاكل التحكيم كتيره قوي عميقه. ماشي. ما يبدا من ممتاز كانه بيصلح القاطره اللي هتجر القطار كله. لا الفاترينا يعني مهم جدا يكون. انا ما قلتش لا برضه. انا ما قلتش لا، بس لا هو مهمته، معلش اسمعني برضه، ان هو يبقى مركز على الدوري الممتاز، لكن في ضمن خطته وخطه عمله هيعمل ايه بعد كده؟ فلان وفلان مسؤولين عن القسم الثاني، الدرجه الثالثه، الحكام اللي هم بتوع المناطق دول. هو ده طلبه لسببين بس، فوجئ بمفاجآت صادمه بالنسبه له. حسب في يا استاذ عصام قبل ما تكمل، اول حاجه ان عنده 500 حكم وهو قال ده رقم خرافي. طيب قبل ما تكمل، في بلد فيها 500 حكم كبير يعني ولا ازاي؟ ايه كبير؟ كبير جدا من وجهه نظره. ثانيا قال لك ان القطاعات والحاجات دي بيروح لها حكام من فوق ومن الدرجه البيه اللي هي الثانيه المفروض. ايوه تحت اشراف مين؟ ما هو بقى عايز يعرف. مهمه جدا. لازم تحدد مين اللي جاب دول هنا. لا لازم تحدد مسؤوليه. يعني النهارده لما يبقى في عندك الحكام اللي هم بتوع المناطق والكلام ده، عارف مسؤوليه مين؟ المنطقه. المنطقه لوحدهم كده. طيب ماشي. ايوه مين المسؤول عن المنطقه؟ ايوه لا يعني يقول لك بقى الاستاذ محمود صبري اللي هو ماسك مش منطقه اكس. ايوه ماسك منطقه، فانا هروح للاستاذ محمود صبري وانا رئيس نادي مثلا او صاحب نادي او بتاع، اقول له والنبي الماتش الجاي عندي ماتش مهم، حط لي ثلاث حكام أيوة كويسين. ايوه دي ماشيه. أيوة عاوز اخد بطوله اجيب له حكم كويس مثلا. هل ده ممكن يحصل؟ هي ماشيه كده. هي ماشيه كده. هي ماشيه كده. انت ما بتعرفش كده. عشان كده انا اللي بطالب بيه حاجه يعني مش صعبه، او هي صعبه لكن محتاجه انك تهتم بيها. صعبه دي، صعبه جدا. ايوه انك لازم يبقى في بينك وبين قاعده الحكام لينكات تواصل. امال هتجيب منين تطلع للدوري الممتاز؟ يا استاذ جمال مع كامل احترامي ليك، الراجل اصل انا بدفع، مش انا اللي بدفع فلوس. ماشي. الدوله بتدفع فلوس. حلو الكلام. طيب انت جبت منه، يعني انت جايب عشان تعمل ايه؟ عشان تطور. تعمل نهضه وتطوير في الحاجه. ايوه تساعده ولا تحط له بقى ترمي له بقى بالعكس. يعني انا جايب واحد اساعده يعمل الولا حاجه. اساعده هو جاي ويعمل الولا حاجه، اجي انا ازقه وثلاثه غيري. وثلاثه غيري ضده. اقف ضده. لا طبعا كل ما يجي داخل من الباب بالولا حاجه يقولوا له الباب واسع. الباب ما هو ده السبب. مين اللي بيوفر له المناخ
المناسب للعمل. انت حاضر كوره واحنا بنسحب واحنا بنقول ايه؟ واحنا بنقول ايه يا استاذ جمال؟ طب ما انا ده اللي بقوله والله. ده اللي عايز اقوله. انا مش مختلف هو مش مقصر يا استاذ جمال. اسمع بعض. طيب وفر له انت وفر له الاول. انا مش انت كعصام. ما اتحاد الكوره مش عايز يوفر له يا استاذ جمال. طب ما يوفر له. امال شغلته ايه؟ انا عايز اعرف خطه الناس دي اللي تحت ال 500. قالوا له مالكش دعوه بيهم. مش مالكش دعوه. مش هياخد 500 حكم يا استاذ جمال. ده راجل بيفهم عشان يبقى محسوب. حكم ايه؟ هو انا لما اكون مسؤول عن مؤسسه فيها 1000 موظف انا بعرف كل الموظفين؟ لا لا شخصيا. لا القياس ولا بختار قيادات. لا القياس مع الفرق. ايوه القياس مع الفرق. أيوة. بقى بيبقى عندك قيادات. قال لهم هاتوا ناس عشان المناطق. جابوا له 3 اهو. وعشان يقول لك لجنه سياسيه. وعشان اكتشف انه حتى القطاعات والناشئين كان يفترض ان فيهم معاهم حكام بيقول لك 18 سنه ما لقاش 18 سنه دي ما فيش. وبالتالي عايز مسؤولين عن المناطق ومسؤولين تانيين يقولوا له ابرز الحكام عشان يحطهم في الخطه زي الدوليين والدرجه الاولى. انا بقول لك بقى كلام انا مسؤول عنه. ماشي. ولا حد هيجيب له دي ولا دي ولا دي. طيب بقول لك لان الولا يمشي حاجه بقى الراجل بقى وخلاص. خلاص نمشي الراجل على طول. راجل عفريت. لا عفريت برضه. طيب بما انه راجل عفريت خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نشوف عفريت ازاي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا عرفت مين العفريت فمش هسال. لا شاطر يعني شاطر. والراجل ده شغلته يا كابتن في عجاله كده راجل فعلا زي الشركات اللي عندها احلال وتجديد. الشركات صحيح. اللي بتقوم حاجه على رجلها. مين ده يا استاذ عصام؟ مستر كلاتنبرج. فمش هيفرط في الفرصه دي. ايوه لان مصلحته هتتضرب لو خرج من هنا غلطان. عشان كده انا باني ده تحليلا. مش هيمشي من هنا ان هو فاشل. اخاف من حاجه واحده. بص بس طب معناه اللي بيحصل ده ايه؟ ما انا مش فاهم برضه. المهم لا يا اجواء يعني لو حد قاعد بيسمعنا دلوقتي يا استاذ عصام هيقول لك يا استاذ عصام انتوا بتقولوا كلام عكس بعض. ليه؟ لان حضرتك بتقول او انا بقول انا اسلام بقول ان هو هناك من يحاول ان هو يفشل هذه التجربه. وحضرتك بتقول لا مش هيفشل. هو هيعمل ايه بقى؟ هيجمع لقطات زي كده وعمال يسجل. في اليوم ده قطع النور. في اليوم ده كنت هقول كذا. انتظارا لاي حركه خلع ويطلع بقى يعمل مؤتمر صحفي هنا في ذا صن في اي حته وتلاقيه بقى ايه تعالوا بقى اقول لكم كشف حسابي ها في عام الاتحاد المصري لكره القدم. عام المده هو يقعد يعني لا هو مش هيقعد يعني عام دي يعني لو الراجل قعد عام يبقى اعتقد ان هو هيكون له نجاحات يعني. انا اخشى اكتر حاجه اخاف منها يعني 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 انا على فكره انا هننقل مع تجربه البيت الكبير مع تجربه قصدي طبعا طبعا الحكم الإنمان. احنا كل ده عايزينه يشتغل في اجواء مثاليه واجواء كويسه. الخوف بقى كل الخوف انه من الضغوط والحاجات اللي بتتعمل حواليه انه يشتغلها على قد الشغلانه. يعني دي البدايه اللي قالها خوفا من انه يبقى دي البدايه اللي قالها الاستاذ تبقى أصلاً. يعني رايح دماغك يعني رايح دماغك يعني سبوبه رايح دماغك ماشي حالك يعني انا ده اللي خايف عليه. اتحاد الكوره قصدي الدوري المصري محتاج اصلاح تحكيمي فعلا. ايوه لو لقى التيار عالي ممكن يشتغلها سبوبه بدل ما يطور التحكيم هو يقعد شهر في شهر في شهر السنه تخلص. بس هو مش هيشتغلها سبوبه زينا برضه ايه متنوره شويه ما هو ده الذكاء بقى. ما هي سبوبه بالانجليزي يعني. ايوه بالشمال سبوبه بالشمال سبوبه بالانجليزي بالظبط كده سبوبه فابوستروف اس ده هيكون فرصيده يعني نجاحه في مصر. لا هيعملها بذكاء بالظبط هيعملها بذكاء. اتمنى الكلام ده يحصل يا استاذ سامي ان شاء الله. لانه 18 نادي محتاجين الاصلاح التحكيمي بجد يا كابتن. صحيح. لان كل موسم بنقول بطولات ماتشات بتبوظ صحيح بطولات دوري كامل بيبوظ دوري كامل بيروح من الاهلي جهود ناس بتضيع سنتين بسبب التحكيم بالظبط. فيعني وده بيأثر على المنظومه كلها يعني. فبالتالي يعني انا شايف وجود الراجل لعله هو خير. لا ان انا مش لعله خير بقى يعني لكن برضه فكره ان وجود التسريبات اللي طالعة ان الحكام زعلانين من اللي بيعمله برضه دي غريبه جدا. ما انا مش عارف انهي حكام هم ما قالوش انهي حكام. هو التسريبات هيقول لك ما هو ده الطرف الثاني بقى. ايوه الطرف اللي عاوز يفشلك ما هيعمل لك ايه؟ هيستخدم ادواته فانه راح عمل لك ايه؟ والحكام زعلانين وانت لو جيت سالت حكام يقول لك احنا حاسين باريحيه دلوقتي ما عليهاش ضغوط والراجل ده بيشوف كويس وبيختار كويس وما عندوش ايه؟ الوان. ما قالوش خلي بالك يا محمود الماتش ده كذا كذا. يا كابتن الراجل من المشهد
في شغل بيتعمل بامانه شديده. واضح. وحتى لو ممكن انا اقول لك ان انا يعني ابديت علامه استفهام حوالين اختيار مثلا لحكم ماتش السوبر اللي هو صار الجدل حواليه مش على مستوى الحدث، ممكن اقول لك دي فيها هنا، لكن اهو على الاقل حكم اجنبي والماتش عادي. لان ما سالت واحد قال لي عارف لو حكم مصري، عارف لو حكم مصري ما كانش ممكن الماتش عدي على طول. طبعا لكن انا عاوز اقوله لك انه طب ما كان هو يمتلك الجراءه لو هو عارف وعنده ثقه، كان يقول لك ايه لا حكم المباراه حكم مصري كلاتينجر. لكن انه حاسس من الجو اللي حواليه والمشهد اللي هو شايفه او اراه والتليفونات اللي بتجيله والناس اللي بتكلمه، على فكره ده في ناس بتتواصل معاه وبتحكي معاه وبتكلمه والدنيا، الراجل حاطط في اعتباره انه برضه عاوز يروح في حته كويسه، انه برضه هنا لما ينجح هنا هتعمل معاه رد فيه اكتر من اليونان بمراحل. طبعا ده عشان فكره، ده شغل طبعا. فده يا كابتن، اسلام اللي انا عاوز اقوله لك انه لا، في ناس مش عاوزه المركب تمشي، لانه في ناس والمركب ماشيه بتقع وتاريخها بينتهي، فلا صلاحيات، لا صلاحيتها خلاص. فانا دلوقتي انت ايه ضربتني فين؟ انت ضربتني في اكل عيش مع كامل احترامي. فانا دلوقتي بقى مهمتي ايه؟ اطلع لك ايه؟ الحكام متضايقين، حكام مش فاهمين، حكام ما عرفش يتكلموا معاه، ده هو بيتنطط عليهم. بس كان النهارده برضه يعني انا اخر خبر قريته النهارده ولسه يعني كنت بقرا فيه دلوقتي، انه ان اتحاد كره القدم قال ان هو سيتحمل تكاليف الحكام للمباريات اللي في اسوان. اعتقد ان ده شيء جاي. ده لازم شريفه الطياره، ده لازم طبعا. ايوه ما هو ده ما كانش بيحصل. يعني قدامنا احنا الخبر اهو، ما هو زي ما بقول لحضرتك انه في حكام تروح بالقطر الاسبوع اللي فات اسوان. نعم، حكام راحوا بالقطر الاسبوع اللي فات. يعني هو قال بقى اللي جاي. ماشي يعني برضو ان الخبر ده يطلع، ما هو ده حاجه كويسه، حاجه ايجابيه، عشان ما تبقاش كل الامور كلها سلبيه في سلبيه في سلبيه. لكن لما يجي خبر قدامك ده حاجه كويسه يخص هذا الامر، فهو اعتقد ان هو شيء جيد. عموما نتمنى يا رب. انا شخصيا احنا بنقول كل الكلام ده لبس اخيرا برضو كابتن في الجزئيه دي. اتمنى زي ما قلتها مع حضرتك قبل كده ان الحكام بتوع الماتشات، حكام المصريين، يعاملوا معامله الفرق اللي بتروح تقعد في فنادق ليله المباراه. هو بس كده يا استاذ جمال؟ ايوه يا كابتن. ولازم وهو رايح زي الحكم الاجنبي بجد بقى، حتى لو في استاد القاهره يبقى رايح بعربيه هو والطاقم. أيوة. ومعاه واحد من العلاقات العامه كمان بتاعت اتحاد الكوره يقول للناس على الباب. طبعا بقول لك المانع ان حكم المباراه يا كابتن اسلام بيبقى عنده شغل الصبح. لا ايه المانع؟ لا هياخد اجازه، بياخد تفرغ. لا هياخد تفرغ وياخد اجازه، يروح يقعد بدل ما يجي قبل الماتش لوحده زي الحكم مش عارف سكته فيها ايه. ماشي في الشارع هو وظروفه. على فكره والله زي ما انت بتجيب الحكم الاجنبي ده من اول ما ينزل المطار لغايه ما يروح وهو 100 100، هي هي الحكم المصري ده ما هو ابن ناس بقى. لا ما هي هي خده بقى بيته الليله دي، مش الفرق بتروح تعمل معسكر طبعا. بيته في اي اوتيل يا عم على حساب الاتحاد، بس دي توقيتات يا فلوس. ما لازم على حساب المصاريف بتاعه الماتشات يا استاذ. أيوة جمال. ما الماتش بيكسب فلوس بيصرف منها على الحكم والتامين وكذا. اتمنى ده دلوقتي هو رايح هنا في ملاعب القاهره. ليه ما يروحش واحد من العلاقات العامه اللي هم بيروحوا هم يتفرجوا على الموتوشه؟ اتمنى ده في اداره اسمها العلاقات العامه. ما تروح يا اخي عامل بادج كده، جاكيت بتاع اتحاد الكره المصري، وتقول ان الفان دي بما ان الطقم بقى كبير، مساء الخير يا فندم، معايا طاقم التحكيم. ليه تسيب ده يروح بعربيته وده واحد صاحبه موصله؟ ليه كده؟ ايوه ليه؟ مش يعني يبقى معرض لكل المشاكل. بس هل ده يتم تطبيقه في ايه؟ في كل الدوري. المسابقات طبعا، كل مسابقات الدوري على الاقل. الدوري ممتاز يا كابتن لغايه اما تبقى سمه يا سيدي. لا. في دوري ما بعد ده نلاقي وسائل اقل كلفه. بس يعني انا عايز اقول لك حاجه، اصل التحكيم لو ما ظبطش بقى من الاخر يعني. ولا تقول لي على فكره، اول حاجه في غيبة الرعاية ليست اقتصاديات والكلام ده، انسى. لا، كل الحكاية الناس بتشوفهم سبحان الله لما بيروحوا يعملوا سوبر ومش عارف ايه بره مصر، تمام، يلاقوا انتظامه بالساعة وبالثانية. هنا هيرى عليه وهو لا عارف الماتش هيكمل بالتحكيم ده ولا لا. والزبون اللي انا براهن انه يشتري منتجاتي زهقان وحاسس ان فيها لعيب شيحة في الملعب. صح. والجمهور مش لاقي حد ينسق معاه، اللهم الا لولا شركات وطنيه تذكرتي وكذا. والراجل المخرج جاب صحابه معاه هنا، ده في ناس شعرها ابيض احنا عارفينهم من التلفزيون يا جماعه. بنشوفهم من واحنا صغيرين. بنشوفهم يعني من واحنا قدهم يعني، بلاقي اللي هيزعلوا. ايوه احنا يعني قدهم. ده لو ما انضبطش راي ليه يا عمي؟ ما هو يراعي فلوسه احسن. انت مش بتسعى لتطوير كل عناصر اللعبه؟ المفروض كل عناصر اللعبه اتطورت ماديا وشكليا وكل حاجه،
الا هذا المجال. دون تطوير التحكيم كل العالم بيقول كده، العنوان الرئيسي اذا اردت ان تطور كره قدم في بلاد طور التحكيم. الراجل بوشكاش قال انه الزمن لما قالوا فزتوا ازاي باليورو كانوا ايه، ما فرقه يعني ما لهاش حل. قال لك انه الزمن ومسؤول في الاتحاد وهبنا حكام لمده 4 مواسم. واذا ده اتطبق الحكام يدعوا لنا بالخير، يعني يدعوا لنا وهم كده كده بيدعوا لنا بالخير. طيب خلينا نروح بقى لنواحي فنيه شويه. واذا كنت بتكلم عن الدوري العام المصري السنه دي، اعتقد ان الدوري العام المصري السنه دي يا استاذ محمود بادئ بشكل جيد. النهارده هو عندك كان في مباراه قويه جدا ما بين البنك الاهلي والسيراميكا. كانت مباراه حلوه، اللي اتفرج على المباراه دي يشوفها مباراه حلوه. لا انا اقصد دوري، انا بقول لك على انا بقول لك المشهد الثانيه وبدايته في الثالثه، المشهد يعني كان المشهد العام. المشهد العام لولا بس الظروف، مساله الايقاف كان هيبقى ايه، هيبقى في تصاعد في المنافسه، في الحميه، في الحماس، في القوه. البدايه والانديه عملت ميركاتو، في عندي عملت ميركاتو كامل ونص وربع، وفي ناس ما عملتش غير 2-3 لعيبه حسب الاحتياجات الفنيه اللي هي شافتها والمشهد، لكن مدربين اتصرف ونفاق كبير جدا. كل الحدوده دي كلها ناس منتظره تعمل ايه يا كابتن؟ انها تشوف بقى كوره وتشوف متعه زي اللي شافته في السوبر. طبعا المشهد عامل ازاي؟ طبعا ممكن. ممكن. وكمان عاوز اقول لك انه في فكره زي ما قلنا قبل كده مع حضرتك وطرحنا فكره، قلنا ان في فكره بتدرس حاليا من خلال 6 ملاعب هيبقوا بالساعه الكامله، خاصه مطبق فيهم كافه الشروط، يطبق عليها الشروط. فهو الشروط الكامله والكاميرات والكلام ده ممكن تبقى بالساعه الكامله، تبدا ب 15 و20 الى ما لا نهايه. فاللي انا عاوز، لكن على المستوى الفني لسه المستوى الفني متباين حتى الان. الاتحاد عامل بدايه قويه جدا. بامانه شديده، وفي فرحه كبيره في اسكندريه طبعا، فوز الثالث 5 سنين الراجل محمد مصالح والمجلس شغالين على يمكن من اكتر من يمكن من سنه 2000 او 2000 حوالي 20 سنه مثلا الاتحاد ما بداش البدايه دي القويه جدا في المحل عامله حتى الان مع المدرب اليوناني برضه. انا كاتب مقال بكره في الجمهوريه على نفس المحل برضه عامله شم نفسها واداء قوي لغايه جدا، فوز على الاسماعيلي، فوز على اسوان في اسوان وتعادل في البدايه سيراميكا بابا فاسيليو. النهارده قايل عندما احتجت الى تجديد رخصتي التدريبيه لجأت لدراسه الاهلي، وعندما رغبت بالذهاب لنادي كبير لقضاء فتره معايشه دخلت الاهلي، لان هذا النادي يمتلك ما يملكه انديه اوروبا بالفعل. كانت افضل 10 أيام لي في التتش، واود زياره المكان مره اخرى عندما تتاح لي الفرصه. سمي الله الكلام الناس قالها بقى تنور يا عم فاسيليو. مالك يا عم فاسيليو؟ عم فاسيليو على فكره يعني لا بص عامل شكل فكرني بنفس التجربه بتاعت الكابتن طارق العشري ايام مانويل جوزيه. نفس مدي ادت صبغه للكابتن طارق، يعتبره يعني الاب الروحي في التدريب طبعا، فتعلم منه كتير فكلام محترم جدا من بابا فاسيليو. المدرب الابروسي لنادي غزل المحل. بس خلي عينه بارده شويه يا عم فاسيليو. لا مش عينه بارده، هو عاوز اقول لك انا شايف انه لما القطار الدوري ينطلق يكتمل الدور الاول هيبقى في منافسه شرسه. واقول لك عشان تقول الملامح بتاعت المنافسه دلوقتي، اقول لك لا الملامح تتضح بعد نهايه الدور الاول اكيد بعد نهايه الدور الاول. لكن عاوز اقول لك ايه، طبعا احنا دخلنا في مثلا ظاهره اللي هي اقاله المدربين، يعني برضو كابتن ربيع ياسين قيمه كبيره، انا كنت اتمنى من نادي اسوان رغم الخسارات الثلاثه دي، وكانت ده شيء متوقع جدا في الكوره، لكن لسه انت بتكون عناصر وجايب عناصر جديده ولسه بتدخل وعمل ماتش كويس جدا قدام النادي الاهلي بامانه شديده. لكن ايه، هي دي الكوره يعني، ما حدش بينتظر الماتش الثاني والثالث. وفي انديه برضو هيحصل معاها نفس الكلام، يعني مثلا جديده اذا لم يوفق في مع الاسماعيلي في الماتش الجاي ممكن يبقى عنده مشكله في الاستمرار. وارد على فكره في الكلام ده صحيح. لكن السبع مدربين اجانب لا شك ان الناس منتظره اداء قوي، شغل عالي فني، الناس عاوزه تشوف جمل، عاوزه تشوف شكل المدرب في الملعب عامل ايه، شخصيته ايه وسماته ايه، ايه اللي طور على اللعيبه، ايه اللي ظهر عليها. لا شك انا شايف انه هيبقى موسم ساخن، موسم قوي، هيبقى فيه متعه واثاره افضل من الموسم اللي مضى. استاذ يعني انا بضيف الكلام على استاذ محمود، انا شايف انه موسم مختلف عن الموسم السابق كله، اخر موسمين بالذات. يعني اللي كنا بنتكلم في عدد كبير من الانديه الجماهيريه
كانت بتتأزم في الثلث الأخير من جدول الترتيب. أنا مع حضور الاتحاد النهارده بشكل والمحلة بشكلهم الجديد هيبقى في ضغط على أندية مقدمة التقليدية زي الأهلي والزمالك وبيراميدز، هيبقى في ضغط جامد وفيوتشر. فبالتالي يعني صحوة الأندية الجماهيرية دي مهمة جدا يا كابتن طبعا إسلام. طبعا لأن بتمتلك داعم كبير جدا إن بس تمشي الخطوات الأولى بنجاح هتلاقي إن هي أفادت الكرة المصرية بشكل عام جدا. طبعا. فبالتالي أنا بتوقع موسم مختلف وقوي جدا، وزي ما قال الأستاذ محمود الدور الأول اللي هيوضح لنا ملامح المهمة دي، ملامح المنافسة، وكله بيشد بعضه. طبعا. كله بيشد بعضه. طبعا. يعني انا متوقع بالنسبه للاهلي بشكل خاص، يعني هو لعب ماتشين فاز ماتشين فاز ماتشين على الاسماعيلي بهدف وضرب جزاء في بس السوبر على اسوان، بس السوبر هينقله نقله ثانيه. لعيبه الاهلي لازم تشعر ان هي اصبح عليها مسؤوليه كبيره جدا فيما هو آت. فبعد فوز بالسوبر الحمد لله، فطبعا اللي بنشوفه ان كولر طور كتير من اداء اللاعبين. نعم. اللي هيتاقر في المسيره دي يعني عنده مشكله. شبانه مش هيسيب ولا ما يطوروا برضه الحقيقه. شبانه مكان. نعم. يعني هو مش هيسيب ولا ما يطوروا، ده كلامه اللي عرفناه مع اللعيبه، انه لازم يبقى عندك مقاييس يا سامي تبني عليها، عشان كده ولا يزعل حد واللعيبه كلها اعتقد حواليه. انا هاخد الجزء اللي قبل بس ما حضرتك يعني هاخد الجزء الاخير هنتكلم فيه عن النادي الاهلي، ولكن برضه يا استاذ عصام كان مهم جدا نسال عن هناك 7 مدربين اجانب في الدوري العام المصري. هل لاحظت شيء مختلف؟ بمعنى انت شايف ان في خطط لعب يعني الاتحاد مثلا ماسكه مدير فني اجنبي. انا اللي انا كنت عارفه من اسكندريه انه لم يكن احدا يتوقع نجاح هذا المدير الفني. سربي. خلاص عامل شغل كويس، البابا فاسيليو في المحل عامل شغل كويس، بقيه المديرين. هل حضرتك شايف ان دلوقتي دول وجودهم اضافه على مع طبعا المدربين المصريين الكبار اللي موجودين؟ مفهوم قصدك طبعا، انت تقصد لما بيجي لنا علينا الاجانبي هم كواليفايد ولا لا؟ ما المصريين طبعا هو ده اللي عايزين نوصل له يعني. الاحسن يفكروا ان انت بتقول كله اجانب لو قلنا لا الناس طبعا كويسة. لا طبعا لا طبعا. بص التحكيم والاداره يعني استاذ النادي الاهلي، والحمد لله ان الراجل القبرصي هو اللي لسه قايل مش احنا، ودور على الباقي كيف ارتقى. هتلاقي في سيد البلد في زعيم الثغر السيد محمد مصلحي مع مجلس نسخه كده محترفه محبه، كل واحد معاه ملف، ده الباسكت وده كذا. حلوه محترفه محبه دي بالظبط. نعم. في نفس الوقت اختار بعنايه، في نفس الوقت اما كان مع حتى الكابتن عماد او كابتن او اي حد، كل ما كانت نتائج بتاخر ما كانش بيقول يلا مع السلامه، بينما الناس تفكروا بكره الصبح هيقول سلام عليكم، لا بيدي فرصه وعشر فرص كتله من المباريات. صحيح. تمام. دور بقى المحله بفيجن جديد والعوده وده لائق جدا بفريق الذي يعني جماهير عاشقه، وكمان هتلاقي الراجل برضه طور الاداء. اللعيبه يا كابتن اسلام بتصدق اما تلاقي الكوتش بيفهم وبيفيد لها وبيضيف لها. بالظبط. مش مساله بيقيموه يعني. لما يقول لك امال ومحمود وسامي وسام بص لو عملتوا كذا كذا هتروحوا عند الشاشه. بنفرح ونجري عليه، حتى اكيد انت عارف دي لما بيقول لكم حاجه تزودكم على الكابتن بتثقوا فيه جدا. طبعًا. لما يقرا لك سيناريو الفريق الثاني بتثق فيه اكتر واكتر. الناس دي شغاله، بس محتاجين فعلا هذا السبورت اولا من اداراتهم، ثانيا من التحكيم بقى، عشان بضاعته ما تبص. ما انت هتخلي ييأس من الحياه يا اخي لما بضاعته تبوظ في الاخر، اذا كان هو او الاداره هتحبطه. لانه ما فيش عداله، دي يعني كارثه. والفكره بقى ما بقتش ما يجراش حاجه ما هو الحكم، لا لا، هو محتاج يعرف ان على الكل. لما تبقى على الكل ده موضوع، لكن اما تبقى يعني تخصصيه شويه مش هينفع. وبالتالي الناس اللي موجوده دلوقتي حتى الان اضافت، لكن بعضهم حتى لو جيد اللي اشتغل مع فرق يعني اللي عندها فلوس ما عندهاش جمهور ممكن ما يعرفش يعمل
اللي هو عايزه النقله دي، لانه اللعيبه برضو في الاخر يعني في نجوم كبار قوي قوي او كانوا كبار قوي قوي بدون جمهور دلوقتي انت ما بتسمعش رنت اسمه في اي حاجه يعني، حتى لو بيحقق نتيجه بيكسب ذهاب وعوده. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا. مدربين الحقيقه تم اختيارهم بعنايه، شكرا للادارات اللي شغاله واغلبها ادارات يعني محترفه بها محترفه محبه الحقيقه. حلوه كلمه محترفه محبه. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ناخد الجزء الاخير من هذه الحلقه عن النادي الاهلي سوبر ومباراه غدا ان شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ جمال، دائما في مثل هذه المباريات خصوصا لما بتكون كسبان بطولة وكسبان فريق كبير زي نادي الزمالك وكسبان وعامل مباراة جيدة، اللي بيحصل غالبا في الفترات السابقة ان بتلاقي مستوى اقل. حتى ليفربول، يعني ليفربول كسبان واحد دلوقتي بالمناسبة 1-0 ولهدف للنجم محمد صلاح. كسب مانشستر سيتي 1-0، اتغلب في المباراة الثانية من نوتنغهام فورست وليدز من الاخير والقبل الاخير. وارد وارد بس طبعا، ولكن انا بتكلم هل ده ممكن لا قدر الله، لا قدر الله، ودي انذار للاعيبه النادي الاهلي ان مباراه بكره اصعب بكتير جدا 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 من المباراه السابقه. ده يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده دايما احنا بنحذر وبنتمنى، يعني طبعا احنا بنحذر زي ما بيقولوا من بعيد، لكن صحيح قد يكون الضغوط على اللاعبين داخل الملعب غير اللي احنا بنقوله. صحيح، يعني ما تقدرش تخلي واحد يبقى فايق مليون في الميه بمجرد انك تقول له. لكن المشكله كمان ان الفريق النهارده عنده غيابات، يعني عنده كذا. انا لسه كمان كنت بقول ما انا بقول لا ده دي ممكن تكون تجديد للدوافع بقى. صحيح، يعني انا بعت الناس اللي ما بتلعبش وتلعب، الناس اللي مش بتلعب وهتاخد فرصه في المباراه. وزي ما قلنا انه طبيعي انه لعيبه النادي الاهلي على طول متعودين طول عمرهم على كده. صحيح، اللي هي يمكن افتقدوها شويه في الفترات الاخيره. مانشيت جاهز الاهلي بمن حضر، لا اللي هو افتقد. صحيح، لا دي افتقدت مش الاهلي بمن حضر، مساله قفل الملفات وفتح ملفات جديده ممكن تكون افتقدت شويه بسبب ظروف خارجه عن الاراده زي الاجهاد والضغوط والكلام ده. لكن الوضع الطبيعي بالنسبه لفريق بحجم النادي الاهلي وبحجم طموحاته وان هو بيلعب على كل البطولات ان هو يغلق الملف ويفتح ملف اخر. السوبر رغم اهميه الفوز واهميه المباراه، انا مش مع الناس اللي هم اصحاب الميول الاخرى يا كابتن اسلام. أيوه، اللي بيقول لك ان الاهلي او جماهير الاهلي بلغت في الفرحه. انا مش شايف ده، يعني انا شفت ده في مناسبات اخرى. لا لما قد الدوري تكون حتى ده لو حصل بس يعني في حد معاه جهاز قياس، في حد معاه جهاز قياس المبالغه. لا 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 انا مش شايف انه، لا هي ناس معينه واضحه ناس معينه معلش. لا انا برد على بعض الناس. في ناس بتقول ده بتتوهم، بالعكس انا شايف ان اللعيبه رجعوا من الامارات على التمرين عادي، لا ركبوا اتوبيس مكشوف ولا لفوا صحيح حوالين الجزيره ولا طلعوا البرج ولا اي حاجه. اغلبهم اصلا ما لا يعني اصلا ما التقوش اسرهم، راحوا على الشغل. ما انا بقول لحضرتك يعني المساله قد يكون هناك فرحه على السوشيال ميديا، هذا حق الجمهور. من حق كمان الناس. مش عايزين الجمهور تفرح. ايوه بس. يعني ده ايه الكاتمه دي يعني؟ الناس اللي بتتكلم كده بتخلي الناس لا وبعدين انتوا ماسكين علينا زي اللي يا عم ما نفرح ونبسط. المهم انه انا شايف هو عاوز، بس هو عاوز يحطك انك انت يعني محروم. لا تصفيق. ما هو عاوز يحط، هو عاوز صدقتك كده. شوف يا استاذ محمود انا محروم. محروم فعلا. لا هو محروم فعلا يا استاذ جمال. مش هكملها بس عشان ما تفتش محروم. ماشي ده تصديق. انا محروم لان انا ما خدتش دوري، فانا لكن انا خدت ماشي احنا دوري ابطال افريقيا. فبالنسبه لي انا لما اخد ما يروح مني الدوري مرتين ورا بعض ده بالنسبه لي حرمان. طبعا انا بتكلم بجد، مش متعود على الحرمان. انت متعود على كده لان انا باخد 7 و8 و10 دوريات ورا بعض. هو بقى شوف انت بتاخدها من الزاويه الحلوه. الاستاذ محمود يقصد الاشاعه اللي طالعه ان الفرقه دي
محرومه بالبطولات. اه طبعا ايه ده الفرقه دي، ما انا بقول لحضرتك تقريبا زياده ده الفرقه دي يعني يمكن عدت عندها اوفر دوز. عندها اوفر دوز يعني خدوا 2 3 عالم الجيل اللي فات اللي هو يعني الجيل اللي بيتقال عليه اللي هو الجيل اللي هو جاب يعني اول 3 عالم ما خدش غير 3 عالم مره واحده، دول خدوا مرتين. الجيل ده واخد يعني حافظ على مستوى دوري ابطال افريقيا بسبب ظروف الكورونا على فكرة. في وقت قياسي قبل موسم. لا يا اخي ما تحسبوش، لا دول ما يتحسبوش عشان 2 في 1 خليهم 2 في 3 بقى الجمال. ما هنعمل لهم ايه؟ فيريرا اول ما الماتش خلص فيريرا طلع قال ايه؟ كنا بنلعب نفسينا. لا ما قالش كنا بنلعب نفسينا، قال كان من المفترض ان احنا ابطال الدوري وابطال الكاس فيعني نلعب نفسنا لو فيعني استخفاف مكانه الاهلي لا ترد عليه امبارح يا باشا. هو يقول اللي هو عايزه، هو عايز هو يقول اللي هو عايزه. طب ما هو قال وراه كتير من ضمن الحاجات اللي قالها ان الجون التاني ما يحتسبش لانه كان في 2 لعيبه بس. حاضر ما هنجيب لك اللي عديناهم، مش احنا عديناهم كابتن اسلام يا ريس. لا 6 او 7 لا حاضر حاضر هنعمل كده. حاضر هنجيب حاضر المره الجايه. لكن انا واحد هقول التقليل من قيمه فوز الاهلي بالسوبر ماشي، هي البطوله احنا كده راضيين بيها صحتين. احنا راضيين بيها حلوه على قدنا، احنا عايزينها. ايه الهدف من وراها؟ ايه الهدف من وراها يا كابتن اسلام؟ تحطيم معلومات لعيبه الاهلي فيما هو قاد. على فكره طلع يا استاذ سامي، على فكره يا استاذ سامي ده اللي انا بقوله على فكره. لا عشان ما نطلع من الموضوع لا ده. نطلع منه بايه؟ ان البطوله دي احنا بنعتبرها مجرد بدايه لما هو للموسم، عشان كده مبسوطين. مش هو اكتر من كده، هو ده دايما. وهي في حجمها هي بطوله وخلاص. صحيح ما اقدرش اقول انها مش بطوله يعني. لا طبعا استاذ محمود برضو يعني مباراة بكرة، لأنه أنا مركز على مباراة بكرة وصعوبة مباراة بكرة جدا. مباراة في غاية الصعوبة على فكرة، وتحدي الكولر نفسه، تحدي قدرته كمدرب، أنه عنده دلوقتي عنده الصف الثاني بتاعه جاهز ولا لا. من عنده سوى هل لحق في 6-7 أسابيع؟ طبعا خلاص بقى لحق بقى خلاص. خلاص يبقى لحق، احنا متابعين يعني. أوكي. لا خلاص، لا أنا فاهم، بس أنا بسأل برضه الجانب الآخر. خلاص لحق لحق، ما هو دلوقتي خلاص. بص هو توج في المجهود اللي حصل، توج في ماتش السوبر. اوكي خلاص قدم اوراقه اعتماده. انه عرف يرجعك، يرجع شخصيه البطل زي ما قلنا. والجزء اللي افتقده الاهلي، الاهلي دايما قوته من قوه روح لعيبته. صحيح. الخفه والحركه والقوه والالتحامات دايما. انت انت عانيت شويه في السنه اللي فاتت، انا كنت دايما سهل تفقد الكوره بدايه من انديه الوسط والمخير عملوا معاك نتائج. فانا اعتقد انه الكابتن سامي قمصان وكابتن سامي حفيظ جابوا له بص ده رضا شحاته عمل معانا في الجونه. احنا الجونة خسرنا، تعادلنا معاه مرتين رايح جاي. ليه؟ احنا عملنا ايوه بص بالفات ده احنا اتعامل معانا كذا كذا ليه؟ وديك ان هو ايه لما خلص الماتش والفرحه خد اللعيبه بقول لهم لا في حاجات اتفق على انتوا ما عملتوهاش. ما عايز اقول لك ايه، تصريحات الراجل قريت لك المشهد بتفكرك بمين؟ بتفكرني بمالمو. وكان شايف قدامه كان يبقى مكسر الدنيا وباصص على حاجات هو شايفها. صحيح. النقاط الصغيره دي بيجي منها ايه الاخطاء الكبيره. الشغل شغال. فبكره بكره يا كابتن اسلام هيبقى دور ان هو جهز البدايل للعناصر الاساسيه، وده كمان ايه رهان على اللعيبه دي يستحقوا يستمروا مع الفريق ولا انت منتظر ايه؟ يعني ايه؟ جات لك الفرصه اهو خلاص، شوف مين اللي هيلعب كليفت رافت خليل ولا هيلعب كوكا، شوف مين اللي او ايمن اشرف، شوف مين اللي هيلعب في نص الملعب السوليه ومش عارف مين السوليه، هتحط مين محمد فخري ولا هتحط قفشه، شوف مين اللي هيبقى برونو صافي وحالته كويسه. هل يعني عاوز اقول لك لانك هتواجه بكره مباراه مقفوله، مباراه صعبه مقفوله وصعبه جدا، فعاوزه من خلال التمرين اللي بتشاف بركز على جزئيه، على خفه الحركه، على السرعه، على الخطوات، ما تنتظرش. فاعتقد انه دي من بدايه الاختبارات، ازاي تقدر تفصل من فرحه ونشوه كبيره جدا لداخل على طول، بدليل ان هو جابهم من الطياره ما لهمش روحوا ناموا، لا اخذهم على الملعب على طول. يعني صدمهم اداهم على طول، بعد كده ريحهم تاني يوم خلاص. هي الصدمه انا اللي اعرفه انه في جدول شارب متقسم على الاسبوع، هو عندهم تمرين بس. هو بالفاني بتاعنا كمصريين كانوا مفكرين يقول لهم ايه طب بلاش النهارده، بلاش النهارده يلا، لا مفيش بلاش النهارده، كانوا مفكرين يقول لهم اسبوع اجازه. يعني تحدي للبطل. أوكي. في بدايه مشواره نحو استعاده لقبه المفضل. أنا بشوف هيبدا من بكره. أيوة. رسميا انا بشوف ان المباراه غايه الصعوبه قبل توقف المسابقه. انا بشوف ان المباراه بكره مغلقه شويه، لا مباراه
مباراه السوبر زي ما الاستاذ عصام كده قال القطر اشتغل او القطر انطلق دي كانت الانطلاقه فمباراه بكره دي استكمال الانطلاقه بالزبط. وبدايه انطلاقه جديده في مسابقه جديده لا هي تحدي حقيقي مباراه بكره بالتحديد نعم واخد بطوله في يعني الحمل عليك زياده صحيح الحمل المعنوي يعني وفني كمان لان كل حاجه وهتلعب مباراه مغلقه مش زي مباراه السوبر كانت مفتوحه من الطرفين فبالتالي انا مش شايف ان مهم قوي لعيبه الاهلي يثبتوا ان هم ابطال بكره تحديدا وان هم ناويين على استعاده بطوله الدوري المفقوده من موسمين ايوه دي نقطه مهمه جدا الجميع في تحدي بكره بالتحديد في تحدي بالغ وقوي لان يعني اللي شفناه في الماتشات بتوع افريقيا والماتشات بتوع الدوري والسوبر يثبت ان في حركه حقيقي ايجابيه كثيره طيب. ايجابيات كثيره صحيح موجوده في الفريق بكره بقى التحدي الحقيقي مع احترام الفريق الداخلية وصعد من القسم الثاني لكن فرقة متعودة على اللعب في الممتاز تعرف ازاي تتعامل مع صحيح قدام الاهلي وتقفل التعادل ليها مكسب طبعا بس المكسب مهم للاهلي لان طبعا في قفزات دلوقتي في زي ما قلنا في البداية الأندية الجمالية ابتدت تصحو وتستيقظ في تحديات كبيرة لازم الأهلي يتعامل معاها بقوة طيب فبالتالي أنا يعني إذا كان في بعض النجوم غايبين بكرة فدي فرصة ذهبية للبدلاء أنا موجود ولا مش موجود صحيح دي طيب. مهمة نقطة مهمة جدا فحتى لو كولر مش موجود نفسه للجميع لازم يتحمل مسؤوليه قدام الجماهير وقدام مسؤوليته قدام النادي اللي بيديله قيمه كرويه طيب. كبيره صحيح. جدا وانه لعيب في النادي الاهلي ويلبس الفانيلا الحمراء. استاذ عصام الاستاذ سامي هو بيتكلم عن غياب كولر. غياب كولر، غياب علي معلول، غياب الشحات على حسب الموقع الرسمي للنادي الاهلي نزلت برد شديده ادت الى غيابهم عن التمرين النهارده وامبارح ومن البرد ما هو مفيد يا كابتن اتفضل بمعنى ان هذا الرجل بجهده ومجهود اداره النادي الاهلي بعد غياب موسمان مش موسماني الحقيقه سبحان الله لازم تتوج ان انت جبت واحد جاي من الطازه خالص الاحدث 7 سنين مع منتخب زي النمسا قلناها قبل كده يعني احتراف حقيقي بمشروع صحيح وقد كانوا راحوا اليورو 3 دوري سويسرا وكذا اذا هو جاي بالاحدث اللي هو اليوم الكامل وكل ما كانت تتمناه اداره النادي الاهلي في مديرها الفني ثم فكره راحه اللاعبين وتحمل مجلس الاداره لمهام جسام انه ريح الفرقه عشان يفصلوا مواسم ثم عمل الرجل وطاقم عمله انا بقول لحضرتك الراجل ده هتلاقيه بياخد المضاد الحيوي مشغل السكايب وشايف التمرين واللعيبه عارفه انه شايف التمرين زي ما كان بيشوف التدريب اللي لما بيسافروش معاه وبالتالي هو لا يحتاج انه يبقى موجود ده بيحتاج الان ان كل واحد يقول انا موجود بمعنى انه دلوقتي انت هتشوف البدائل اللي عندك لان دول ما هماش احتياطي كده زي ما بيقولوا على الفرق اللي بيبقى عندها ناس اصليه وناس احتياطي لا ده احتياط استراتيجي صحيح موجود اذا جات لك الفرصه طاقم العمل هيبقى شغال من خلال تفاهمه مع الراجل لانه مش هيقول لهم جديد في التليفون يا ابني لاعب فلان 4 سنين لا ده هم متفقين وكل واحد عنده دور وده عنده دور لو الراجل اللي بيكلم اللي ومن جنبه الممكن برضه بالمناسبه عشان ما حدش ياخد كلام حضرتك ان هو مش موجود بكره ما حدش لا مين اللي قال انا بتكلم يعني على انه هذا الرجل ما ينفعش نقيس انه ده ممكن يبقى فيه حاجه مفاجاه زي ما قلنا كده ووضحنا للجمهور يا جماعه ده ما كانش بيقول للعيبه عشان هرجنا كتير يلا نروح نتمرن لا ده معاهم برنامج هيلبس ايه في التمرين وهيشرب ايه وهياكل ايه والميزان يعني وجوده طبعا مهم جدا لكنه منظم أيوة. عنده دايما بلان بي صحيح حاضر ده راجل يعني. معاه
فريق عمل هو الفريق العامل ده مدرب على بلان بي حتى فريق عمل صحيح. بكره هو يوم انك تشوف زي ما حضرتك قلت على الاسماء اللي في سكواد النادي الاهلي اللي كلنا كنا بنحلم انه ازاي يبقى فيه من 25 ل 30 باذن الله بيتخانقوا عشان فرحتهم ياما في 11 يسمعوهم البدايه وهتلاقي الباقيين بيقولوا لهم يلا جود لك. ده الاهلي بقى هو ده ان اللي قاعد بيقول له جود لك ومستنيه صحيح. وانت بقى كنت مستني لما يجي دورك لخدمه ناديك صحيح. اتفضل حضرتك ادي اول مراكز جالها الدور. لا لا محيص يا رجل ان التجربه دي باذن الله تنجح بجهد الرجاله سواء الجهاز او الفرقه وطبعا جهد وتخطيط المجلس. لكن انا بقول للعيبه ده بكره من الايام التي تثبت انه انتوا تستحقوا النادي الاهلي وما ينفعش حد يقول عليكم تاني اشاعات ولا ده هيمشي ولا ده مش عاجب النادي ولا ده مش عارف ايه ولا ده ايه ولا ده عنده كورونا ولا ده عنده فرصتهم في ايديهم هم كمان بقى. هذه هي ايام فعلا ايام صحيح. الاهلي باذن الله يا رب إن شاء الله. الجميله يعني ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا يا استاذ جمال واستاذ محمود واستاذ سامي واستاذ عصام. بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معنا. دايما بنستمتع بهذه الحلقه. ان شاء الله بكره مباراه النادي الاهلي في تمام الساعه 5 امام الداخليه زي ما قلت لحضراتكم في استاد السويس الجديد ان شاء الله بطاقم تحكيم بقياده كابتن امين عمر. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه جدا جدا جدا. مره ثانيه مباراه من اصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي في ظل اصابات كثيره وفي ظل شويه برد لاثنين او ثلاثه من اللاعبين المؤثرين مع الفريق، ايضا برد للمدير الفني. عندك امور كثيره جدا ولكن في النهايه ولسه كسبان بطوله والناس تنتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي في مثل هذه المباراه. ولكن زي ما اساتذتنا وحضراتكم بتسمعوهم قالوا انه في النهايه عندنا 30 لاعب، لو حتى 15 غايبين في 15 بيمثلوا النادي الاهلي بشكل اخر بشكل رائع جدا ودائما الاهلي بمن حضر. غدا ان شاء الله الساعه 3 لو مع حضراتكم الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي والداخليه. قبل المباراه دايما بساعتين كل كواليس ما يحدث قبل مباراه الاهلي والداخليه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا حلقه جديده من بيتكم.